هؤلاء المضربون قرروا الاعتصام في مطار إسطنبول الدولي احتجاجا على تسريحهم من مناصبهم. الإضراب يتواصل منذ أكثر من 300 يوم، وحتى تسمع مطالبهم المضربون تبنوا قضية أحمر شفاه الذي نصحت الخطوط الجوية التركية تركيش أرلاين بعدم استعماله. أزلام التيوك أحد المضيفات المضربات تقول: بالتأكيد الكثير من الألوان الفاقعة قد تؤثر سلبا على صورة الشركة الخارجية، ويمكن للشركة أن تتبنى قوانين جديدة. ولكن الاعتراض على أحمر الشفاه وطلاء الأظافر فهذا أمر نقوم به منذ سنوات دون أي مشكل. القضية المثيرة للجدل ظهرت في شهر فبراير شباط الماضي على صفحات شبكات التواصل الاجتماعي عندما تم بث صورة لمضيفات يرتدين تنورة طويلة كلباس جديد للخطوط الجوية التركية. هذه الأخيرة فندت الأمر وأشارت إلى أن هذا الزي كان من بين التصاميم المقترحة من قبل مصمم الأزياء.